في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة، شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل إقامة احتفالات للنزلاء بعيد القيام المجيد وإقامة قداس العيد في دور العبادة المنشأة داخل هذه المراكز لإحياء المناسبات والشعائر الدينية. عند إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل روعي إقامة دور للعبادة كأحد معايير حقوق الإنسان التي تطبقها وزارة الداخلية في إطار المنظومة العقابية الحديثة لتقويم السلوكيات وأحياء المناسبات، وهو ما ظهر جليا هنا في الاحتفال بعيد القيامة المجيد داخل الكنيسة الموجودة بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، حيث ارتفعت الترانيم وأقيم قداس العيد بحضور رجال الدين المسيحي. إقامة القداس والاحتفالات يأتي بالتزامن مع إحيائها في ربوع الوطن، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في السياسة العقابية. وقد قام وفد من القيادات الأمنية بقطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر بتقديم التهنئة للنزلاء والنزيلات بهذه المناسبة. عيد سعيد علينا جميعا، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإحنا إن شاء الله في عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد القيامة، ربنا يتقبل منا جميعا. كل عام وحضراتكم طيبين، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعبا مسلمين وأخبار. كانت حاجة لفتة جميلة جدا جدا، يعني مشاعر طيبة جدا، يا ريت تبين قد ايه يعني المحبه اللي بين كل المصريين مع بعضهم سواء مسيحيين او مسلمين، مشاعر طيبه جدا. المؤسسه العقابيه غيرت فلسفتها، بدل ما هو مجرم وبعاقبه الموضوع بقاش كده، ده بقى مركز تاهيل واصلاح. انا في شخص مش عارف يعيش بشكل كريم، فانا بعيد اصلاحه وتاهيله عشان يرجع مفيد لنفسه ولاسرته ولبلده. كل هدفه بقى ان هنطلع من هنا مواطن صالح، نطلع من هنا حد كويس، وده بقى كل لمسها النزل اللي لمسينها واحنا لمسينها والاهالي بره برضه لمسها. فرحة كبيرة بين النزلاء والنزيلات بالعيد وبالنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر بإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأحد محاور هذه المنظومة إحياء المناسبات والشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لهذا الغرض. أنا هنا في وادي النطرون النهارده، بصراحة الشعائر الدينية والقداس والحاجات اللي مارسناها في الكنيسة هنا بصراحة كانت ما تفرقش عن الشارع خالص، وجم إخواتنا المسلمين عيدوا علينا، الشيوخ جم عيدوا علينا وعيدوا على قلب دومندس وعلى أبونا مرقص، وكان بصراحة النهارده كان يوم يعني ما يفرقش حاجة عن الشارع خالص. حاجة كويسة جدا بالنسبة لينا، وحقيقي نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فتح لنا الفرصة دي، وبقول له كل سنه حضرتك طيب بمناسبه عيد الفطر المبارك. حسينا بصوره جميله، صوره الوحده الوطنيه، فعلا كلنا اخوه واحده ويد واحده، ربنا يباركنا ويحفظنا كلنا واحد ويحفظ مصر وشعب مصر اجمعين، وكل سنه هم طيبين برضو بمناسبه عيد الفطر. كانت في تهنئه وكل الناس بتعيد علينا وبهجه، وهم بيحتفلوا معانا بالعيد ومبسوطين كمان ان اعياد الفطر خلال الاسبوع، كمان بيقولوا الاسبوع كله اعياد، ويعني فرحانين، بيقولوا انه فرحه العيد بتاعكم هتستمر لغايه العيد بتاعنا. احنا طبعا بنشكر سياده الرئيس جدا جدا، لان هو اللي فتح باب الادميه في معامله المراكز التاهيل، هو اللي فتح باب ان احنا ان المسجون ما يتعاقبش مرتين، هي عقابه يكفي ان هو يعتجز، لكن دلوقتي الموضوع بقى خرج من ان هو عقابي بقى اصلاحي، الواحد بقى بيفكر ايه الغلط اللي عمله عشان ما يرجعش تاني ليه تاني. منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل تعتمد على تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم وتوفير الرعاية الاجتماعية وإحياء المناسبات الدينية، وهو ما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.